الأكل الصحي هو جزء مهم جدا علشان حيوية ونشاط جسمنا، عشان كمان وظائف الجسم تقوم بمهامها من غير ما يكون في مشكلات صحية، وكمان يكون في اعتدال في وزننا من غير ما نروح للوجبات الغير صحية. يعني كلنا طبعا عارفين الوجبات الغير صحية وبنستخدمها وبناكلها، وما فيش مانع ان احنا في يوم نلخبط ناكل قطعة شوكولاتة، حتة جاتوه، آيس كريم في الحر اللي احنا فيه ده. لكن دي صحية مش كده؟ آيس كريم صحي. صحية. وعلى حسب بقى، آيس كريم بالمكسرات، آيس كريم سادة، لا آيس كريم هو لو مش صحية هيبقى في حاجات تانية خالص. لا، هو الفكرة ان الواحد لما ياكل اكل فيه ما فيش توازن فيه يعادل الامر تاني يوم او في نفس اليوم، يعني يبقى واخد باله من كميه السعرات الحراريه اللي بياكلها، الى جانب كمان ان ناخد بالنا ان طبقنا يكون متكون من العناصر الغذائيه اللي جسمنا بيحتاجها، وكل مرحله عمريه ولنا فيها طبعا الكميات اللي المفروض نتناولها من غير زياده ولا نقصان. يعني برضو خد بالك انك تقلل في الكميات. الجسم بيحتاج بعض العناصر انها تكون بكميه معينه، وجانب الصحيه طبعا بقول مش صحيه لان انا بحب اكل الحاجات اللي بتقولي عليها دي، بس هو الفكره نفسها في مساله ان يكون النسبه او الحجم او الكميه. يعني انا ممكن اكون في اكله معينه هي صحيه بس الافراط فيها بيكون مش صحي بالمره. يعني تمام، طيب احنا هنتعرف على الموضوع. يعني انا بتكلم صحيه ومش صحيه، خلينا نشوف يعني بقى المتخصصين. لا يعني طبعا يعني بالتاكيد يعني الفكرة أنه محتاجين نعرف أكتر إزاي ممكن وجباتنا تكون صحية. فمعنا دكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بحضرتك. فهم أهلا وسهلا بحضرتكم كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. لو حضرتك كده تدينا نصايح صباحية كده لوجباتنا اليومية، إزاي ممكن تكون صحية ومفيدة وفي نفس الوقت ما نتخطاش بيها الوزن ويكون جسمنا برضو بنحافظ على وزننا. مبدئيا طبعا ما فيش شك أن التغذية السليمة هي حجر الزاوية وهي الأساس لصحة سليمة، وبالتالي كل ما نأكله أو نشربه هيكون عامل مساعد بقدر كبير جدا في التمتع بصحة جيدة والوصول حتى إلى وزن مثالي ويعني علامات حيوية جيدة. إيه هي شروط التغذية الجيدة وإيه اللي نقدر نعمله خلال يومنا؟ إحنا عايزين ناخد أغذية متنوعة من أكثر من مصدر حسب المتاح بالنسبة لنا، وتكون بتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية اللي المفروض تكون أو يحصل عليها الجسم بالقدر المناسب لكل فرد من الأفراد. عناصر غذائية في عجالة هي 6 عناصر: الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وكذلك الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء، موجودين في مجموعات غذائية متنوعة نقدر نحصل عليها، بداية النشويات والمصادر بتاعتها من الحبوب والدرنات. لازم ننوع فيها، وكل ما ناخد مصادر الحبوب الكاملة واللي هي يعني معالجة بقدر قليل يكون أفضل بكتير. بالإضافة لذلك عندنا مجموعة الألبان ومنتجاتها بشكل كبير، ودي من ضمن الأغذية الجيدة اللي نحرص عليها، ممكن تكون في شكل لبن، في شكل زبادي، في شكل جبن، ولكن يفضل أنها تكون يعني قليلة في محتواها من الدسم قدر الإمكان، وتكون من مصدر طبيعي الدهن بشكل كبير. يأتي بعد ذلك مجموعة اللي بتدينا بروتين، سواء البروتين الحيواني زي البيض مثلا على سبيل المثال، وده من الحاجات الجميلة جدا اللي يجب أنها تكون داخل وجباتنا اليومية بشكل يعني مستمر يوميا. بالنسبة للناس اللي هي البالغين والأعمار اللي هي الأكبر شوية ممكن يبقى في حدود بيضة يوميا، بالنسبة للشباب الصغير والأطفال ممكن يزيد عن كده ما فيش مانع، ولكن هو مصدر جيد للبروتين ويجب أن احنا نعتمد عليه، بالإضافة للبقوليات والمصادر النباتية اللي ممكن تكون مصدر جيد للبروتين والألياف وكذلك باقي الفيتامينات والأملاح المعدنية. ويأتي ذلك بعد كده طبعا المجموعة المتنوعة جدا من الخضروات والفواكه بأنواعها وأشكالها، ولكن نركز أكثر مع الخضروات الورقية بأنواعها وكذلك الخضروات والفواكه اللي بتتمتع بلون أصفر أو برتقالي، عشان نقدر نحصل على قدر جيد من فيتامين ألف اللي له دور كبير جدا في المناعة والبقاء.
وقايه من امراض مناعيه كثيره والتمتع بنمو سليم وكذلك قدره على الابصار والسلام الجلي. طيب دكتور سيد، يعني في الاجواء الحاره ديت في ناس يعني ما بتقدرش تتناول الوجبات الغذائيه بالتكامليه اللي حضرتك اتكلمت عنها، ويلجأوا لفكره ان هم يشربوا سوائل اكتر وانهم ياكلوا فواكه وخضروات فقط. يعني نصيحه حضرتك للطريقه دي في اسلوب الغذاء، هل هي طريقه صحيه؟ هل هي طريقه بتفتقد لعدد من العناصر وبالتالي بيخسروا وزنهم؟ طبعا ده بيحصل، ولكن انا ما اقدرش اعتمد فقط على الخضروات والفواكه، ده حاجه اساسيه، ودايما الخضروات والفواكه اللي موجوده في الصيف تتمتع بقدر جيد من الميه فعلا ومصدر جيد، ولكن يجب ان احنا ندعم الوجبه ببقيه المصادر الثانيه حتى وان كان اقل، ولكن في كل الاحوال انا لازم اخد احتياجاتي بالقدر المناسب ليا علشان اقدر اتمتع بوزن جيد. وبرده الخضروات او الفواكه اللي فيها نسبه ميه عاليه لا تغني عن فكره ان انا اشرب ميه. يعني طبعا الميه هي الميه، على الاقل من 8 ل 12 كوبايه ميه يوميا من الماء النظيف، ميه فقط هي الميه لازم احصل عليها وما استناش لما اعطش خاصه مع درجات الحراره العاليه. هي مطلوبه صحيح، لازم اشربها على اساس يعني على اساس وقت متكرر او كل ساعه او ساعتين بشكل او باخر، يبقى انا ماشي على تقريبا مواعيد شبه ثابته في شرب الميه. طيب دكتور سيد، احنا هنا بنتكلم عن بعض الامور يعني او بعض الاغذيه اللي بيكون فيها فيتامين ممتازه وبنقول انها بتفيد الجسم وغيره، هل فعلا الافراط فيها ممكن يكون الافراط في الفيتامين ده او الماده الغذائيه المفيده للجسم تيجي بنتيجه عكسيه، ولا في حاجات يقول لك والله انت كلها بزياده عادي مش مشكله مش هتخسر بالنسبه لك؟ في كل الاحوال كل ما هنعتدل في التناول، وده يمكن امر صريح من الله سبحانه وتعالى، بني ادم خذوا زينتكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبالتالي مجرد فكره الاسراف في اي عنصر حتى لو كان مفيد جدا هو قد يؤدي الى نتائج عكسيه. ولكن يمكن يعني اضيف للكلام اللي حضرتك قلته واكد عليه، دايما بنخاف اكثر من المصادر اللي هي في صوره مكملات غذائيه في صوره دوائيه، ولكن نادرا ما يحدث يعني ما يعرف بالسميه من الفيتامينات والاملاح المعدنيه من خلال المصادر الغذائيه. قد يحدث اسراف ولكن لن يؤدي الى مشكله كبيره خاصه من المصادر الغذائيه، انما الخوف اكثر من الناس اللي بتعتمد بقى على مكملات واضافات غذائيه في شكل دوائي، هو ده اللي ممكن يبقى يعني واحد من اسباب المشاكل اللي بتحصل بشكل. لكن طيب ننوع دكتور سيد، احنا كنا لسه بنتكلم في حلقتنا عن مشروبات الطاقه، هل ممكن نوضح الجزئيه دي ومشروبات الطاقه اللي البعض بيعتبرها برضو نوع من التغذيه او انها بتعوضه على التغذيه؟ للاسف الشديد ما اقدرش اسميها حتى مصدر غذائي، لان هي يعني اخذت المفهوم اللي حضرتك ذكرته كمشروبات للطاقه، هي فعلا بتدينا قدر من الطاقه وبتعتمد على ان يكون محتواها من ماده الكافيين عالي بقدر كبير بالاضافه لبعض المكونات الاخرى، وفي الغالب هنعتبرها مصدر للطاقه ولكن طاقه حراريه فارغه او طاقه حراريه ما فيش معاها عناصر غذائيه مفيده، وبالتالي لو حصل اسراف فيها هترفع الوزن وفي نفس الوقت قد تؤدي الى مشاكل واضرار مع كثره استهلاكها. وهنا نقطه برضو يمكن اضيف لكلام حضرتك فيها، ان يجب حتى على الشباب الصغير والمراهقين ان احنا نقلل جدا من استهلاكها او نبتعد عنها، لان هي برضو ليها اخطار بالنسبه للسن الصغير ده للاسف وكثر انتشارها في هذا العمر. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور سيد حماد استشاري التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه.